مصر تعلن اكتمال الدفعة الأولى من صفقة تنمية رأس الحكمة مع الإمارات بتسلم 5 مليارات دولار أخرى. شكري يؤكد أن مصر تواصل مساعيها لوقف إطلاق النار في غزة قبل حلول شهر رمضان، ويحذر من الخطورة المتزايدة لامتداد رقعة الصراع. الصحة العالمية تحذر من انهيار الأوضاع في غزة بشكل كامل، وتهديد دولي بالمجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في شارع الرشيد. السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بحضراتكم. أعلنت رئاسة مجلس الوزراء تسلم الحكومة 5 مليارات دولار أخرى من الدفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع الإمارات، وذلك بشأن مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي لمصر. وفي بيان لها، أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن اكتمال الدفعة الأولى للصفقة بشكل فعلي، وذلك بعد إعلان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي خلال اجتماع الحكومة بتسلم 5 مليارات دولار من الدفعة الأولى، لافتا إلى اتخاذ إجراءات للتنسيق بين البنك المركزي والجانب الإماراتي لتحويل 5 مليارات دولار من الوديعة إلى الجنيه المصري، مع حصول مصر في غضون شهرين على المبلغ المتبقي. أشادت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بالصفقة التي أبرمتها مصر مع دولة الإمارات، والتي بلغت قيمتها 35 مليار دولار لتطوير رأس الحكمة. وأوضحت الوكالة أن تلك الصفقة من شأنها تخفيف ضغوط السيولة الخارجية وتسهيل تعديل سعر الصرف. كما توقعت وكالة فيتش تراجع التضخم في مصر على أساس سنوي في النصف الثاني من العام الجاري. أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر تبذل كافة المساعي مع الشركاء للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة قبل حلول شهر رمضان الكريم، وذلك بالرغم من ضيق الوقت. جاء ذلك خلال مشاركة شكري في فعاليات منتدى أنطاليا الدبلوماسي الذي تستضيفه تركيا. وحذر شكري من عواقب أي عملية عسكرية إسرائيلية برية في مدينة رفح الفلسطينية، محذرا كذلك من الخطورة المتزايدة لامتداد رقعة الصراع في المنطقة. كما شدد وزير الخارجية على أن مصر حافظت منذ يوم 8 أكتوبر الماضي على أن يظل معبر رفح مفتوحا،
إلا أن الجهود المصرية المستمرة لإيصال المساعدات لقطاع غزة قوبلت بعراقيل تحول دون إنفاذ تلك المساعدات. وللمتابعة انضم إلينا عبر الهاتف سيادة السفير إبراهيم الشويمي مساعد وزير الخارجية الأسبق. سيادة السفير، وزير الخارجية أكد أن مصر تبذل كافة المساعي للتوصل لوقف إطلاق النار في غزة قبل حلول شهر رمضان. كيف ترى هذه الجهود المصرية مع الشركاء للتوصل لهذا الاتفاق؟ الجهود المصرية مستمرة الحقيقة في كل المنتديات على المستوى الثنائي وعلى المستوى الجماعي، في أي مؤتمر، في اي فرصه تؤيد مصر وقف اطلاق النار وتطالب به، لان الحقيقه الوضع في غزه اصبح في منتهى الصعوبه، ولا يمكن استمرار هكذا يعني. نعم. وبالتالي فان المشاهدين مشاركه هامه جدا، وسيطروا الى وقف اطلاق النار. وجود وزير الخارجية في منتدى أنطاليا الدبلوماسي كان فرصة لعرض الرؤية المصرية والجهود المصرية المستمرة أيضا لإيصال المساعدات لقطاع غزة، والتي دوما ما يتم مواجهتها بعراقيل تحول دون إنفاذ تلك المساعدات. في رأيك، رغم هذه العراقيل، إلى أي مدى استطاعت مصر إدخال المساعدات للأشقاء عبر الضغوط الدولية والدبلوماسية المصرية المعهودة؟ من جهة مصر، مصر يعني تفتح المعبر رفح طوال ال 24 ساعة، وبالتالي لا يجب أبدا لأي أحد أن يقول أن المعبر غير مفتوح. نعم. الذي يعرقل وصول المساعدات ويعرقل توزيعها هم الجانب الإسرائيلي وليس الجانب المصري. نعم. وبالتالي فإن هذا واضح جدا، ومصر تساعد فلسطين من قبيل المساعده الانسانيه، وهذا امر تلتزم به مصر التزاما واضحا يعني. لكن دوما سياده السفير، يعني اسرائيل تروج عكس ذلك امام هذه الجهود المصريه. في رايك، الراي العام العالمي كيف يرى هذه الادعاءات الاسرائيليه؟ الراي العام العالمي الحقيقه مقتنع بانه لابد من توصيل المساعدات الكافيه، لان المساعدات غير كافيه، ثم ان حتى المساعدات الغير كافيه دي لا تصل الى ابناء غزه، وبالتالي فان هذا خطا تحاول مصر توضحه لكل العالم. وامر واضح الان ان المعبر مفتوح، ومصر تقدم مساعدات، ومصر تقدم اكبر دوله تقدم مساعدات هي مصر الجانب الفلسطيني، ومن يقول بغير ذلك وهو كلام علي ان يثبت هذا. اشكرك جزيلا سياده السفير ابراهيم الشويمي مساعد وزير الخارجيه الاسبق.
عقد وزير الخارجية سامح شكري لقاءات على هامش المنتدى مع رئيس شبكة الأمم المتحدة للحلول المستدامة ونائب رئيس مجموعة الأزمات الدولية، كما عقد لقاء برئيس الوزراء وزير خارجية مولدوفا. تناولت اللقاءات في مجملها أزمة قطاع غزة وأمن البحر الأحمر، فضلا عن الأوضاع في السودان وجهود مصر من أجل احتواء تلك الأزمات وإيجاد حلول لها. هذا وقد أجرى وزير الخارجية حوارا مع وكالة الأناضول التركية تضمن رؤية مصر تجاه التحديات والأزمات الراهنة، بالإضافة إلى التطور الذي تشهده العلاقات المصرية التركية عقب زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى القاهرة. Meetings that were held between Their Excellencies President Erdogan and the President Sisi. يبدأ وزير الخارجية سامح شكري جولة خليجية تشمل قطر والرياض، وذلك لرئاسة وفد مصر في أعمال اللجنة العليا المشتركة مع قطر، والاجتماع مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في إطار آلية التشاور السياسي بين مصر ومجلس التعاون. هذا ومن المقرر أن يترأس الوزير شكري غدا في العاصمة القطرية الدوحة مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لدولة قطر أعمال اللجنة العليا المشتركة بين مصر وقطر. تتناول اللجنة مختلفة أوجه العلاقات الثنائية، فضلا عن إجراء مباحثات معمقة بشأن القضايا الإقليمية وعلى رأسها أزمة قطاع غزة وجهود البلدين في سبيل إنفاذ التهدئة ووقف الحرب الإسرائيلية ضد القطاع. غزة اتدمرت، ما قالش حاجة. استشهد 4 فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على مخيم البريج وسط قطاع غزة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن مصادر محلية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت منزلا مأهولا في مخيم البريج، ما أدى لاستشهاد 4 أشخاص وإصابة عدد آخر، ليرتفع عدد الشهداء في غزة إلى 30,228 فلسطينيا، فضلا عن إصابة 71,377 جراء العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي. حذرت منظمة الصحة العالمية من أن الأوضاع في قطاع غزة على شفير الانهيار، مشيرة إلى أن جميع شرايين الحياة في القطاع المحاصر انقطعت بشكل أو بآخر. من جهته أكد المتحدث باسم المنظمة كريستيان ليندماير أن السكان في قطاع غزة يخاطرون بحياتهم من أجل الحصول على الغذاء والماء في ظل ما وصلت إليه الأوضاع من جوع ويأس وسط استمرار الهجوم الإسرائيلي. A very sad threshold, similar sad as the 30,000 deaths we reached all over Gaza, and similar like هذا. وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، حيث ارتكبت مجزرة جديدة بحق المدنيين بشارع الرشيد في غزة. يأتي هذا العدوان وسط جدل كبير حول إعاقة قوات الاحتلال لوصول القدر الكافي من المساعدات الإنسانية للمدنيين بالقطاع، حيث تشير تقديرات أممية إلى أن معظم سكان القطاع مهددون بالمجاعة. في الوقت الذي يجري فيه الحديث عن هدنة بين الفلسطينيين وإسرائيل، ما زالت قوات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب المجازر في غزة، حيث أثارت مجزرة شارع الرشيد في مدينة غزة جدلا واسعا. فقد أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن تسعى للحصول بشكل عاجل على معلومات حول ما حدث في شمال غزة الخميس الماضي.
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر قال إن الحادث يبرز الضرورة الملحة إلى التوسع في تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع مع استدامتها ووقف إطلاق النار في إطار اتفاق لتبادل المحتجزين. ولم يكن آلاف الفلسطينيين الجياع الذين توجهوا إلى نقطة لتوزيع المساعدات في مدينة غزة يعلمون أنهم سيلقون مصيرا مشؤوما جراء نيران قوات الاحتلال الإسرائيلي، فهربوا منها وتعرضوا للدهس والتدافع ليسقط المئات منهم بين شهيد وجريح. مجزرة شارع الرشيد سقط فيها أكثر من 100 شهيد ومئات الجرحى أثناء محاولتهم الحصول على الطعام من شاحنات انتظروها طويلا ووصلت أخيرا محملة بالدقيق عند دوار النابلسي غرب مدينة غزة. غالبية المساعدات التي تصل إلى قطاع غزة تدخل برا عبر معبر رفح الحدودي مع مصر بعد أن تخضع للتفتيش من قبل إسرائيل. تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى أن الغالبية العظمى من سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة يهددهم خطر المجاعة خاصة في شمال القطاع. وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا قالت إنها أدخلت ما يزيد بقليل عن 2300 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة خلال شهر فبراير، وهو ما يمثل انخفاضا بنحو 50% مقارنة بيناير المنصرم. جريمة جديدة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مرأى ومسمع من جميع دول العالم ليزيد من جرائمه في الوقت الذي تعالت فيه الأصوات أكثر للمطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة. قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن مقتل أكثر من 100 فلسطيني كانوا يسعون للحصول على مساعدات إنسانية في قطاع غزة هي مسألة تتطلب تحقيقا مستقلا وفعالا. كما أعرب غوتيريش عن صدمته من تطورات الحرب الإسرائيلية التي أوقعت أكثر من 30 ألف شهيد منذ 7 أكتوبر الماضي. Indeed, something looks wrong if a disarmament conference leads. ندد المسؤول الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بالمجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في شارع رشيد بمدينة غزة بحق فلسطينيين كانوا ينتظرون وصول شاحنات المساعدات ما أدى إلى استشهاد وإصابة المئات. وأشار بوريل إلى حاجة المدنيين في غزة إلى المساعدات الإنسانية، مضيفا أن سقوط هذا العدد من الضحايا أمر غير مقبول على الإطلاق. But with an additional statement. أعربت الصين عن صدمتها العميقة وإدانتها الشديدة لمقتل أكثر من 100 فلسطيني في هجوم لجيش الاحتلال الإسرائيلي بينما كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات في غزة. كما حثت الصين جميع الأطراف المعنية خاصة إسرائيل على الوقف الفوري لإطلاق النار ووقف القتال وحماية سلامة المدنيين بجدية وضمان وصول المساعدات الإنسانية وتجنب المزيد من الكوارث الإنسانية. 呼吁各方保持冷静克制，通过对话协商，构建均衡、有效、可持续的。 ندد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس بمقتل أكثر من 100 فلسطيني خلال توزيع مساعدات غذائية في شمال قطاع غزة، وقال إن ما حدث في غزة حيث يموت العشرات من المدنيين الفلسطينيين أثناء انتظارهم للحصول على الطعام يؤكد الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار. refugiados y hemos coincidido ambos en apoyar la solución de los dos estados palestino e israelí para conseguir esa paz definitiva. أكدت الحكومة الألمانية أنه يجب التحقيق في ملابسات مقتل سكان من غزة كانوا يسعون للحصول على مساعدات إنسانية. ودعت الحكومة الألمانية إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، مضيفة أنه يتعين على الجيش الإسرائيلي أن يقدم شرحا وافيا لما حدث من ذعر وإطلاق نار بشكل جماعي. Scheinreferenden in Transnistrien, in Moldau. Das ist Drohgebärden in die Welt zu setzen. Die Welt hat in den letzten 2 Jahren.
قالت وزيرة الخارجية الكندية إن مقتل عشرات الفلسطينيين الذين كانوا ينتظرون قافلة مساعدات في غزة كابوس. ودعت وزيرة الخارجية الكندية إلى إنهاء القتال في القطاع، مشددة على ضرورة التأكد من إرسال المساعدات الدولية إلى غزة وتوفير الحماية للمدنيين خلال حصولهم على تلك المساعدات. You've heard me. I must say, I think this is a nightmare. I think the violence must stop. I think civilians can not be targeted. And at the end of the day, we need to make sure that international aid. فشل مجلس الأمن الدولي في إقرار بيان رئاسي يعبر فيه عن قلقه العميق إزاء المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في شارع الرشيد بمدينة غزة. وأحبطت الولايات المتحدة إصدار مشروع البيان الذي طرحته الجزائر على طاولة المجلس، ويعتبر فيه أعضاء مجلس الأمن عبروا فيه عن قلقهم العميق إزاء المجزرة، ويحمل المسؤولية لقوات الاحتلال التي أطلقت النار صوب الآلاف من المدنيين العزل. وأوضح مصدر دبلوماسي لوكالة الأنباء الفرنسية أن الولايات المتحدة صوتت ضد النص لرفضها تحميله المسؤولية لمجرى إلى إسرائيل. أكدت الفصائل الفلسطينية استمرارها في مقاومة ووقف وإفشال محاولات تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، لا سيما في قطاع غزة وفي الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس. وفي بيان صادر عنها بعد اجتماعات في موسكو، أكدت الفصائل الفلسطينية على عدم شرعية الاستيطان والتوسع الاستيطاني الإسرائيلي وفقا لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، مشددة على رفض أي محاولات لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية بما فيها القدس، وذلك في إطار المساعي لسلب الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير وإقامة دولته الحرة المستقلة. كما اتفقت الفصائل الفلسطينية على استمرار اجتماعاتها للوصول إلى وحدة وطنية شاملة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني. يحتفظ الفلسطينيون الذين نزحوا بسبب الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة بمفاتيح منازلهم المهدمة أو المنهارة، ويعتبرونها رمزا للأمل. يأتي ذلك في تقليد يضرب بجذوره في التاريخ ويعود للتهجير الجماعي للفلسطينيين في 48. رمز لحق العودة ورمز لتمسك اللاجئين بعودتهم لمنازلهم التي هجروا منها ولو أطلال. تقليد أصيل بات عقيدة في وجدانهم منذ عام 1948، تقليد قوامه مفتاح ينتشر لدى الأهالي في قطاع غزة وأيضا في الضفة الغربية المحتلة، حيث يمكنك مشاهدة مفاتيح عملاقة في أماكن متفرقة كجزء من التجسيد الأيقوني للنزوح الذي يفهم الجميع هناك معناه. من جيل إلى جيل في بعض الأسر اللاجئة تنتقل مفاتيح المنازل التي فقدت في عام 1948. فأثناء الهدنة بتواصل مع أحد أقربائي يعني موجودين في المكان يعني، فتم بتواصل علي بقول لي بعوضك الله راح البيت، وهي أنا لم بقول له يعني ضايل بس اللي في إيدي المفتاح اللي أنا بتوجه يعني فيه، وهذا البيت يعني المفتاح اللي ضايل رمز لهذا البيت، فهذه اللي أصبحت اليوم هذا رمز صار في إيدينا إنه هذا البيت، وهي المفتاح اللي تبقى من هذا البيت اللي إحنا إيش كنا بنجاهد فيه. أنا اليوم عمري 44 سنة، السن اللي أنا دخلت فيه في هذا العمر في بدي أبدأ حياتي من جديد وأبدأ بيت جديد. السيناريو يتكرر اليوم، فمع مغبة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أضحى الأبناء يكررون ما فعله الأجداد، حيث الاحتفاظ بالمفاتيح وصور المنازل بعد تدميرها، أما هذا فيمسك بيديه عملة كتب عليها فلسطين ترجع إلى فترة الانتداب البريطاني
قبل نشأة إسرائيل، حيث يتمنى الأهالي العودة إلى منازلهم بالرغم من أنها مهدمة تمسكا بالأرض والوطن. هذا علميا يسمى مفتاح بالنسبة للعالم، أما لنا فيسمى حلم كل إنسان، حلم أنه يبني بيت بعد تعب ومعاناة وتجويع في لحظة واحدة، في لحظة واحدة جذيفة صهيونية ضيعت حلمنا، حلم أولادنا، حلم أبنائنا. لذلك ارتبط في القطعة المعدنية هذه قطعة من التاريخ الفلسطيني من عام 1927 قبل ما نوجد الاحتلال الإسرائيلي عنا في البلد، وحظلنا محتفظين فيه مهما كلف الثمن. هو إذن ليس مجرد مفتاح، بل إنه تقليد يضرب بجذوره في التاريخ ورمز للأمل والخسارة في آن واحد. أظهر الاستطلاع الأسبوعي للرأي لصحيفة معاريف الإسرائيلية استمرار تصدر حزب المعسكر الوطني بقيادة وزير الدفاع السابق والوزير في كابينة الحرب بني جانس بحصوله على 41 مقعدا في الكنيست حال أجرية الانتخابات حاليا. وأوضحت الصحيفة أن جانتس حصل على مقعدين إضافيين مقارنة باستطلاع الأسبوع الماضي، فيما حصل حزب الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو على 18 مقعدا كما الأسبوع الماضي، وحصل حزب يش عتيد المعارض على 12 مقعد. أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى معاناة الجيش الإسرائيلي من نقص في عدد الجنود، مشيرة إلى حاجة الجيش ل 7000 جندي إضافي خلال الفترة الراهنة. يأتي ذلك في ظل تكبد جيش الاحتلال خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد جراء استمرار العدوان على قطاع غزة والاشتباكات المستمرة في أنحاء القطاع بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال. وفي السياق ذاته أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 5 من ضباطه وجنوده في معارك بقطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حكومته ستجد سبيلا لإنهاء إعفاء المتشددين من أداء الخدمة العسكرية. وأضاف نتنياهو في مؤتمر أن الحكومة ستحدد أهدافا لتجنيد اليهود المتشددين في الجيش وفي الخدمات المدنية، لافتا إلى أنه سيتم تحديد وسائل لتنفيذ هذه الأهداف. وكانت المحكمة العليا في إسرائيل قد أبطلت في 2018 قانونا لإعفاء الذكور المتشددين من التجنيد. يواصل مطار العريش استقبال المساعدات الإنسانية من الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الدولية والإقليمية تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري. المزيد يتلعن عليه محمود جميل مراسل التلفزيون المصري في العريش. أهلا بكم وبكل السادة المشاهدين. على مدار الساعة جهود مصرية كبيرة لا تتوقف هنا في محافظة شمال سيناء إذا كنا نتحدث عن العريش أو حتى أمام معبر رفح البري لدخول مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. إذا ما تحدثنا عن مدينة العريش والمجهود الذي يتم من خلال المسارات التي حددتها مصر، المسار الأول في مدينة العريش هو المسار البري الذي يأتي من خلاله شاحنات المساعدات التي تتجه مباشرة إلى المركز اللوجستي للهلال الأحمر، أو المسار الآخر مطار العريش الذي وصلت اليوم أو هبط فيه طائرة إماراتية على متنها 10 أطنان من الأدوية مقدمة من منظمة الصحة العالمية. تذهب كل هذه المساعدات إلى قطاع غزة دعما للأشقاء الفلسطينيين. أما إذا ما تحدثنا عن ميناء العريش الذي لا زالت تتواجد فيه السفينة الإماراتية والمستشفى الإماراتي العائم الذي لا زال يستقبل الجرحى والمصابين لعلاجهم في هذا المستشفى العائم،
لكن بالانتقال إلى معبر رفح نتحدث عن نقطتين هامتين. النقطة الأولى الخاصة بالمساعدات، دخول ما يقرب من 93 شاحنة إلى منفذ العوجة و96 شاحنة إلى منفذ كرم أبو سالم، بالإضافة إلى دخول 4 شاحنات للغاز. النقطة الثانية هو أن المعبر لازال يستقبل الحالات الإنسانية والمصابين وأيضا مزدوجي الجنسية. المصابين والجرحى والحالات الإنسانية ليس فقط يقدم لهم الخدمة العلاجية، ولكن أيضا يقدم لهم الدعم الإنساني من خلال متطوعي جمعية الهلال الأحمر داخل المعبر وأيضا خارج المعبر في المستشفيات الذين يتلقون فيها العلاج. هذه هي الصورة اليوم إذا ما تحدثنا عن مدينة العريش، وأيضا الصورة أمام معبر رفح البري. عودة إليكم مرة أخرى. أفادت وكالة رويترز بأن المفوضية الأوروبية ستؤخر دفع جزء من مبلغ قدره 82 مليون يورو مقرر تقديمه لوكالة الأونروا فضلا عن تسلمه على دفعات، مضيفة أنها تعتزم زيادة الدعم الطارئ للفلسطينيين بمقدار 68 مليون يورو. يأتي ذلك فيما نشد مكتب لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف في الجهات المانحة التي أوقفت تمويلها للأونروا تراجع عن مثل هذه القرارات، والتي تعرض جهود الوكالة الإنسانية وتحقيق الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة للخطر، وخاصة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. وجدد المكتب الأممي التأكيد على دعمه الثابت لوكالة الأونروا ولمهمتها التي لا غنى عنها في قطاع غزة، مشددا على ضرورة توقف محاولات تشويه صورة الوكالة. أعربت 17 منظمة دولية غير حكومية عاملة في مجال الإغاثة عن قلقها البالغ إزاء التعليق الحالي والمحتمل لتمويل الأونروا. أضافت المنظمات الدولية أن تعليق الدول المانحة لتمويلها للوكالة سيؤثر على المساعدات المنقذة للحياة لأكثر من 2 مليون مدني في غزة، نصفهم من الأطفال. أكد مدير وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا فيليب لازاريني أنه لا يمكن الاستغناء عن الوكالة بسبب تعدد وأهمية أنشطتها. وأضاف لازاريني أنه سيكون من قصر النظر بعض الشيء الاعتقاد بأن الأونروا يمكنها فقط من الناحية الفنية نقل جميع أنشطتها إلى وكالات الأمم المتحدة الأخرى أو إلى منظمات غير حكومية. The impact is not just on the short term. It's not just weakening our collective ability to respond to it. السادسة متواصلة مع حضراتكم من التلفزيون المصري ونتابع فيها. الحكومة اليمنية تجدد دعوتها لكافة الدول والمنظمات بالتحرك لإنقاذ البحر الأحمر من كارثة بيئية وشيكة. جددت الحكومة اليمنية دعوتها لكافة الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالحفاظ على البيئة البحرية للتحرك العملي بسرعة لإنقاذ البحر الأحمر من كارثة بيئية وشيكة. يأتي ذلك بعد مرور 12 يوما على جنوح السفينة روبيمار نتيجة استهدافها من قبل قوات الحوثي. وأوضحت الخارجية اليمنية أنه بينما تعمل الحكومة اليمنية عبر خلية الأزمة على إنقاذ السفينة المنكوبة لتجنب كارثة بيئية في البحر الأحمر، تفاجأت بهجمات جوية استهدفت زورقا لصيادين يمنيين قرب السفينة الجائحة، ما أدى إلى مقتل وفقدان بعض الصيادين وتضرر السفينة. أعلن الجيش الأمريكي أنه شن ضربات ضد 6 صواريخ كروز مضادة للسفن وطائرة مسيرة شكلت تهديدا للسفن في البحر الأحمر. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن المسؤولين العسكريين قرروا أن الصواريخ والطائرات المسيرة تشكل تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحر الأمريكية في المنطقة. As it relates to providing assistance to Ukraine, you know, I can really only speak in broad terms, you know, from a DOD standpoint. But as you know, since the beginning of Russia's invasion, we have worked
قتل 3 أشخاص جراء غارة إسرائيلية استهدفت مدينة بنياس على الساحل السوري. يأتي ذلك بعدما دوت 3 انفجارات عنيفة ناجمة عن استهداف جوي إسرائيلي طال منزلا في أطراف مدينة بنياس على الساحل السوري. يواصل الإيرانيون عملية الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلسي الشورى وخبراء القيادة في البلاد، ويحق لأكثر من 61 مليون إيراني المشاركة في الانتخابات في نحو 59 ألف مركز اقتراع. هذا ودعت السلطات الإيرانية مواطنيها للمشاركة بكثافة في الانتخابات. شددت وزارة الدفاع البولندية على ضرورة أن تقوم بلاد وحلف شمال الأطلنطي الناتو بالاستعداد لأي سيناريو في ضوء التوترات المتزايدة الناجمة عن الصراع الروسي الأوكراني. كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد ألمح في أحدث تصريحاته إلى صراع نووي في حال تدخلت قوات الناتو في أوكرانيا، حيث شدد على أن الغرب يسعى إلى زعزعة الأمن في روسيا. które są dobrze sprecyzowane, ale pracujemy jako całość pod przewodnictwem pana premiera. To jest ważne, bo dzięki temu myślę, że sprawnie realizujemy to, co nam powierzono. Zacznę od kwestii kluczowej, mianowicie od dokumentów strategicznych. Logika działania i rozwoju sił. مع دخول العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا عامها الثالث، أعلن قائد الجيش الأوكراني أوليكساندر سيريسكي أن القوات الأوكرانية تبعد القوات الروسية عن قرية هولفيكا إلى الغرب من أفديفيكا، إلا أن الوضع في الجبهة الشرقية لا يزال صعباً. وتقر السلطات الأوكرانية بأن القوات الروسية سيطرت الأسبوع الماضي على مدينة أفديفيكا الاستراتيجية في شرق أوكرانيا بعد هجوم استمر لأشهر، وكذلك بأنها تضغط على عدة مناطق أخرى على خط المواجهة. وقال الجيش الأوكراني هذا الأسبوع إن انسحب من قريتين إضافيتين قرب أفديفيكا ليخسر بذلك المزيد من الأراضي في ظل نقص الدعم من حلفائه الغربيين. قائد الجيش الأوكراني ذكر أن بعض القادة كشفوا عن جوانب قصور في إدراكهم للأوضاع وفي تقييمهم للعدو، مما أثر بشكل مباشر على استدامة الدفاع في مناطق معينة. هذا وقد شكى الجيش الأوكراني والرئيس زيلينسكي مراراً من أن القوات ليس لديها ما يكفي من المعدات العسكرية والذخيرة اللازمة لصد الهجمات الروسية في ظل نقص للمساعدات العسكرية من قبل الحلفاء الغربيين. وزارة الدفاع الروسية من جهتها أكدت أن القوات الروسية دخلت قرية روبوتين في منطقة زابوروجيا جنوب أوكرانيا التي كانت نقطة محورية للعديد من الهجمات في الآونة الأخيرة. ويأتي ذلك في حين حذر الرئيس الروسي بوتين الدول الغربية من أنها ستثير حربا نووية إذا أرسلت قوات للقتال في أوكرانيا، قائلا إن موسكو تمتلك الأسلحة اللازمة لضرب أهداف في الغرب. بوتين أكد أيضا أن القوات النووية الاستراتيجية في حالة استعداد تام، مشيرا إلى أن الجيل الجديد من الأسلحة النووية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت والتي تحدث عنها لأول مرة في عام 2018 إما نشرت بالفعل أو تم الانتهاء من مرحلة تطويرها واختبارها والتي قوة نووية في العالم. إنه لا يرى حتى الآن أي إمكانية لاستئناف المساعدات العسكرية لأوكرانيا دون موافقة الكونغرس على طلب تمويل إضافي. وقالت نائبة المتحدث باسم البيت الأبيض أوليفيا دانتون في تصريح صحفي إنه لا يوجد بديل لموافقة الكونغرس على الطلب، وأضافت أن هذه القضية ملحة بالنسبة للأوكرانيين وأن إلحاحها يتزايد يوما بعد يوم. The Inflation Reduction Act
CHIPS and Science Act, and now we're starting to see we are reaching the implementation phase where people are seeing 35,000 infrastructure projects and shovels and grounds across the country, where we're seeing 400. افتتح منفذ جديد لمعرض أهلا رمضان بمدينة كفر الشيخ. يقام المعرض تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبالتنسيق بين محافظة كفر الشيخ والغرفة التجارية ووزارة التموين. احنا قمنا لحد النهاردة بأزيد من 13 معرض، ومتقدم لنا طلبات من بعض المواطنين والأحزاب إن شاء الله يكملوا 20 معرض في كفر الشيخ لخدمة المواطنين. وبنحس الأهالي اللي تقدر تساعد معنا في المعارض، احنا بنجيب تجار والتجار بتخسر، ساعدونا برضو. في ناس ساعدتنا في السمك، في ناس ساعدتنا في السكر، شركة السكر، شركة الزيوت، وزارة التموين، الكل مش ما بيكلش جه. احنا بالنسبة لكفر الشيخ، كفر الشيخ أقل محافظة في الأسعار، ونتمنى كل المحافظات تسعى السعي بتاعنا. ضرورة المشاركة في معارض أهل رمضان بمحافظة كفر الشيخ وعرض السكر للمواطن بسعر 27 جنيه للتخفيف عن كاهل المواطن، والمشاركة في تخفيف عن كاهل إخواننا المواطنين في المحافظة. التموين بيشرف على هذه المعارض يوميا على مدار الـ 24 ساعة للتحقق من أن في فرق في الأسعار ما بين السلع المعروضة داخل المعرض والسلع خارج المعرض. الحمد لله السلع كلها متوفرة وكل حاجة متوفرة الصراحة يعني، وأسعار 100%، ما شوفش بعد كده أسعار. حاجة كويسة ومتوفرة. أنا كنت هنا مبارح ولقيت في فروق في الأسعار، يعني مبارح كانت بسعر والنهاردة بسعر أقل، يعني الحمد لله كل حاجة كويسة هنا. والسكر كتير بس الناس مش بالهداوة على يعني، هي الناس لازم تبقى هادية شوية. السكر الكيلو ب 27 جنيه وما شاء الله كذا محل بيتوفروا وبيبيعوا بنفس السعر. شهدت محافظة الدقهلية افتتاح معارض أهلا رمضان بتخفيضات تصل إلى 30%، حيث بلغ عدد المعارض بالمحافظة 21 معرضا تضم السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 30% عن سعر السوق الخارجي، فضلا عن توفير 14 سيارة متنقلة لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، منها 4 سيارات بمدينة المنصورة. من هنا الاسعار متناوله وجميله ورخيصه، وباجي هنا على طول اخد السكر اهو مكتوب عليه 27. كل السلع التموينيه موجوده، زيت، سكر، دقيق، كل حاجه موجوده ما شاء الله. الاسعار احسن من بره بكتير. شهدت مخازن السلع التموينية بالشركة المصرية لتجارة الجملة بمدينة بني سويف توافر كافة السلع التموينية والأرصدة الاستراتيجية من تلك السلع، وذلك لتوزيعها على التموين لصرفها للمواطنين على البطاقات التموينية كل شهر، وتأكد عدم وجود نقص في أي سلعة من السلع الأساسية التي تصرف على البطاقات التموينية. اللي أنا فيه ده من ضمن 17 مخزن على مستوى المحافظة، مخازن فيها أرصدة استراتيجية من السلع الأساسية بأنواعها سواء السكر أو الزيت أو الرز والسلع المتنوعة التانية، بالإضافة طبعا إلى الفروع التجزئة والهيابر اللي هي منتشرة في أنحاء المحافظة، واللي احنا مشاركين طبعا فيها في معارض أهل رمضان، مخصصين جنب يعني ركن في كل فرع من فروع الشركة ان هو بيبيع السلع اللي هي مبادرة أهلا رمضان. نظمت مبادرة حياة كريمة قافلة طبية شاملة على مدى يومين في قرية عزب العرب التابعة لمركز كفر سعد بمحافظة دمياط لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، حيث تم توقيع الكشف الطبي على المواطنين من خلال 14 عيادة تخصصية، كل عيادة بها طبيب أو استشاري متخصص، بالإضافة إلى تحويل حالات حرجة لتلقي العلاج بالمستشفيات، فضلا عن إصدار قرارات على نفقة الدولة. كما تم تنفيذ عدد من الندوات التثقيفية، كما توافرت صيدلية لصرف العلاج بالمجان بها أكثر من 160 نوعا من الأدوية.
طبعا قبل ما بننزل القرية بنراجع مركز المعلومات وبنراجع قاعدة البيانات اللي موجودة في مركز المعلومات عشان نشوف ايه التخصصات الطبية اللي هنوفرها في القافلة، ايه كمان الخريطة الصحية الخاصة بالمكان، وايه العيادات اللي هتدعمنا بيها وزارة الصحة عشان توفرها لنا بشكل كبير في القافلة. بنوفر طبعا الفريق الطبي اللازم سواء اطباء اخصائيين او استشاريين على اعلى مستوى، فريق التمريض والاداريين والسائقين والفنيين، كل ده بيتم اعداده قبل القافلة بوقت كبير عشان على مدار اليومين نقدم افضل خدمة طبية للمريض. ايوه كشفنا الحمد لله وصرفوا لنا العلاج وناس محترمين حلوين، او الدكاتره حلوه وما شاء الله التعامل معاهم حلو، يعني ما فيش احراج ولا حاجه، والضغط والسكر ما شاء الله بيقيسوا حلو، الناس كويسه معانا صح. القافله فيها كل التخصصات، فيها كل حاجه، وطبعا الحمد لله كله بيكشف وكله بياخد علاجاته وكله تمام. القفاف الموجوده هنا في عزبه هنا اهوت، وفي كل الدكاتره موجودون وكله بيكشف وكله بياخد حقوقه وبنصرف علاجنا ببلاش. شهدت جامعة مدينة السادات افتتاح 9 مشروعات كبرى بالجامعة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وفقا لرؤية الدولة 2030 لتحقيق التنمية المستدامة وخطة تطوير الجامعات المصرية. وقد تم افتتاح مدرجات كلية السياحة وتنفيذ مشروعات جهاز الخدمة الوطنية وافتتاح أعمال البنية التحتية والشبكات بكلية السياحة والفنادق والمطبخ التعليمي لكلية السياحة والفنادق، فضلا عن تفقد أعمال مشروع التدعيم والترميم لمباني كلية الطب البيطري وأعمال مشروع البنية التحتية. نحتفل بأن احنا بدأنا نعمل حركة في المشروعات الإنشائية في داخل جامعة مدينة السادات. نحن نشرف في الجامعة بعديد من المشروعات مسندة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية. صدد افتتاح كثير من المشروعات اللي بتخدم الجامعة، قطاعات الجامعة، كليات عديدة في قلب الجامعة زي كلية السياحة، كليات التجارة، كليات الحقوق، المعامل المركزية، كثير من المنشآت. واحنا كل مجلس الجامعة كان بيشارك رئيس الجامعة الدكتور شادي المعاوية في افتتاح هذه المشروعات. موعدنا مع حضراتكم أخبار المال والأعمال، تقدم أخبار الاقتصاد سارة نجيب. تفضلي سارة. شكرا إيمان ونهى. مشاهدينا، هذه وقفتنا الاقتصادية للسادسة، أهلا بكم. أكد وزير البترول طارق الملا أهمية منتدى الدول المصدرة للغاز في تعزيز الحوار والتعاون البناء بين الدول الأعضاء. جاء ذلك خلال مشاركة وزير البترول ممثلا لمصر في الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمنتدى الدول المصدرة للغاز الذي يعقد بالجزائر قبل القمة 7 لرؤساء الدول وحكومات المنتدى المقرر انعقادها غدا. ويلقي الملا خلال كلمة مصر نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي. شارك في الاجتماع الذي افتتحه وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب وزراء ورؤساء وفود 12 دولة عضوا أساسيا بالمنتدى، بالإضافة إلى 7 دول بصفة عضو مراقب. أعلنت الحكومة زيادة سعر توريد طن بنجر السكر يتراوح من 1350 إلى 1900 جنيه. يأتي ذلك بعد إضافة الحافز الإضافي عن كل طن مورد من مزارعي البنجر خلال الموسم الجاري بهدف تشجيع المزارعين على زيادة معدلات التوريد. بعد زراعة 600 ألف فدان خلال الموسم الجاري من بنجر السكر في مختلف المحافظات، تم الإعلان عن بدء موسم توريد البنجر لمصانع السكر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بكميات توريد مستهدفة تبلغ 1,700,000 طن.
وفرنا البذور وحفظناها بطريقة معينة، وجينا في معاد الزراعة واديناها للمزارعين، والدعم الفني عن قبل إدارة الزراعة للمصنع مع المزارعين تم الزراعة مبكرا، وبالتالي نضج معانا البنجر مبكرا، وبالتالي تم التوريد مبكرا. بدأنا النهاردة بمصنع الفيوم للسكر، واطمنا من رئيس مجلس الإدارة على انتظام عملية التوريد واصطفاف السيارات وبدء توريد البنجر وعمليات التكرير اللي بتتم وأيضا الإنتاج. التموين أعلنت زيادة سعر توريد طن بنجر السكر من 1500 جنيه ليتراوح من 1350 إلى 1900 جنيه، ذلك بعد إضافة الحافز الإضافي عن كل طن مورد من مزارعي البنجر خلال الموسم الجاري، بهدف تشجيع المزارعين على زيادة معدلات التوريد. وفي الفيوم قامت شركة السكر التابعة للحكومة بالتعاقد مع 45 ألف مزارع لتوريد 58 ألف فدان من 5 مناطق هي الفيوم، بني سويف، شمال المينيا، أسيوط وجنوب الجيزة، ليتم منها إنتاج نحو 1.5 مليون طن بنجر تنتج 200 ألف طن من السكر الأبيض. حتى الآن يمكن كان مستهدف فتح 10 معارض، لأن حتى الآن فتحنا 30 معرض وشادر على مستوى المحافظة، 14 معرض و16 شادر. جميع السلع الحمد لله متوفرة، بطمن المواطنين نسبة تخفيض تصل لأكثر من 30%. وأوضحت الشركة أنه تم رفع الطاقة الإنتاجية من 120 ألف طن إلى 200 ألف طن سنويا من السكر الأبيض، حيث تم التعاقد خلال الموسم الماضي على استيراد 75 ألف طن سكر خام من البرازيل بالعملة الدولارية، ذلك من حصيلة الشركة من تصدير الملاس وعلف البنجر إلى دول الاتحاد الأوروبي ودول شرق آسيا. ارتفعت أسعار النفط متجهة لتحقيق مكاسب أسبوعية مع ترقب الأسواق قرار أوبك بلس بشأن مستويات الإنتاج في الربع الثاني وتقييم بيانات اقتصادية جديدة من الولايات المتحدة الأمريكية والصين. وصعدت العقود الآجلة الخام برنت بنسبة 1.5% لتسجل 83 دولارا و14 سنتا للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.71% لتسجل 79 دولارا و6 سنتات للبرميل، فيما ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.38% لتصل إلى $2.69 للتر، وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.67% لتسجل $1.83 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ارتفعت الأسهم الأوروبية خلال تعاملات مدعومة بصعود الأسهم العالمية بعد بيانات أمريكية إيجابية عن التضخم، بينما يأمل المستثمرون في أن يتخذ التضخم بمنطقة اليورو اتجاها نزوليا مماثلا، ويبحثون عن دلائل جديدة على تيسير السياسة النقدية. وارتفاع المؤشر ستوكس الأوروبي بنسبة 0.4%، لكنه يتجه صوب أول انخفاض أسبوعي في أكثر من 6 أسابيع. وقادت أسهم التكنولوجيا مكاسب القطاعات بصعودها بنسبة 1.1%. صعد مؤشر نيكاي الياباني إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، وأغلق مرتفعا 2%، حيث اقتفت الأسهم المرتبطة بالتكنولوجيا أثر إغلاق قياسي مرتفع بين نظيراتها الأمريكية بعد تصريحات من مسؤول البنك المركزي الأمريكي. قدمت مؤشرات حول مسار أسعار الفائدة، وسجل المؤشر نيكاي مستوى إغلاق قياسيا جديدا مرتفعا عند 39910 نقاط، مقتربا من الوصول إلى 40,000 نقطة للمرة الأولى. وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا على ارتفاع بنسبة 1.26%، كما قفزت الأسهم اليابانية المرتبطة بالرقائق والتي ساهمت بشكل كبير في ارتفاع المؤشر 17% هذا العام.
ختام جولتنا الاقتصادية للسادسة، والآن عودة من جديد إلى إيمان ونهى. إليك شكرا جزيلا لك سارة. فمشاهدينا وصلنا إلى ختام النشرة، هذه عناوين الأخبار. مصر تعلن اكتمال الدفعة الأولى من صفقة تنمية رأس الحكمة مع الإمارات بتسلم 5 مليارات دولار. شكري يؤكد أن مصر تواصل مساعيها لوقف إطلاق النار في غزة قبل حلول شهر رمضان، ويحذر من الخطورة المتزايدة لامتداد رقعة الصراع. منظمة الصحة العالمية تحذر من انهيار الأوضاع في غزة بشكل كامل، وتنديد دولي بالمجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في شارع الرشيد. نهاية نشرتنا، تحية لكم وإلى اللقاء.